هل 20,000 كافي للمعيشة في دولة قطر أو لا؟ هذا اللي نناقشه في هذا الفيديو، ونشوف كمان آراء الناس اللي أصلاً عايشين في دولة قطر. فخلينا نبلش. مرحباً جميعاً، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى ونومور وعلى جي توكس. خلينا نعرف أكثر. عم بيدق بوابي جاي يغلح بابي عجناح من الهوى عجناح الهوى خطرنا على بالك. مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. اللي مش متابع القناة، أنا جاسر مصطفى، مهندس معماري مقيم في دولة قطر من تقريبا 5 سنوات، وبعمل هاي الفيديوز علشان اقدر اساعد كل حدا عنده اسئلة خليني احكيها وعنده داوتس حاب انه يعرفها عن المعيشة في دولة قطر. قبل هيك نزلت عن المصروف الشهري اللي ممكن الواحد يحتاجه في دولة قطر، ونزلت عن الايجار اللي انت ممكن تستأجر فيه او تستأجر في شقة في دولة قطر، وكمان نزلت فيديوهات عن انك انت كيف تقدر انك انت تلاقي وظائف في دولة قطر، ومين الجهات اللي ممكن تتواصل معها عشان انك انت تقدر تدور على شغل في دولة قطر. اليوم هذا الفيديو شوي مختلف لكنه راح يكون جدا مفيد. راح نناقش مسألة اثارها واحد من الناس على الفيسبوك، على واحد من الجروبات الموجودة على الفيسبوك للمغتربين في دولة قطر. وكان سؤاله يا سيدي العزيز بيحكي لك انه حصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استفسار، حصلت عقد عمل براتب شهري 20,000 ريال قطري مقطوع، يعني شامل كل شيء، هل هذا المبلغ كافي للعيش كأسرة ومدارس 3 أولاد وإيجار بيت وغيره من المصاريف؟ وهون بايرت كثير الآراء. أنا طبعا رأيي الشخصي كجاسر موجود في واحد من الفيديوز الموجود على التشانل اللي هو بحكي فيه كم المصروف الشهري اللي ممكن أنه سواء شخص أعزب أو شخص متزوج أنه يحتاجه في دولة قطر، وبناء عليه يقرر كم الراتب الكافي. فبتقدروا تشوفوا الفيديو هذا اللي أنا بحكي عنه، لكن اليوم حبيت أني أنا أعرض آراء الناس اللي عايش في دولة قطر، واللي بتتباين طبعا من بين شخص للتاني أو أسرة للتاني أو حتى جنسية للتاني أو طبيعة شغل للتاني. فخليني أبلش أنا أعرض إيش هاي الآراء، وممكن كمان أن أحط الانبوت تبعي علشان الحد اللي عم يحضر هذا الفيديو تقدر توصل أكبر قدر من الفائدة. أول تعليق أجعل هذا السؤال حكاله مناسب توكل على الله، وأعطاه الجواب مقطوع، قال له تعال أنت عندك 3 أولاد 20,000 بكفي، بس مثلا لازم تعرف أكثر عن هذا الشخص اللي بتجاوبه. إيش طبيعة عيشته؟ كم غرفة بيحتاج يسكن؟ وين بيحتاج يسكن؟ شو طبيعة شغله؟ شو طبيعة مصاريفه؟ قبل ما تحكي له انه كافي او لا. الرأي الثاني اللي اجع على هذا السؤال حسب ايدك انت وزوجتك، بصراحة هذا اكثر جواب بحسه مناسب، حسب ايدك انت وزوجتك. اذا ايدكم مخزوقة حلوة صراحة إذا إيدكم مخزوقة ما بتمشي معك لو راتبك 30,000. إذا بتفكر بالريال قبل ما تصرفه وبتعيش بمستوى عادي أو جيد بدون بذخ وبهنطة وعرض الزلمة مولع معه، ربك يبارك وبتمشي الأمور وبتمشي أمورك تمام. بالنهاية أنت أدرى بوضعك ومصلحتك وبدخلك وعيشتك بالأردن، فكر وقرر، لأنه الناس بتخلي الشاري في ندم والبايع في ندم. صراحة جواب منطقي تحفظي على الكلام اللي موجود فيه، لكنه صراحة صاحب هذا البوست دمه خفيف. إذا أنت فعليا مش شخص مصرفجي وأنك أنت عارف كيف تصرف فلوسك وعم تحطها في المكان الصح، فديفينتلي إن شاء الله بتكفيك. أما إذا أنت والله مصرفجي وين ما تروح الطايح رايح، ففعليا والله لو تأخذ 100,000 فعليا أنا أكفيك. هلا الشغلة الثانية اللي كتير مهمة، أنه حكاله انه اذا بتفكر بالريال قبل ما تصرفه فبتمشي امورك. انا صراحة مش تفكر بالريال لحد انك انت تفكر في الريال، لا، انك انت بس تعرف وين عم تصرف الامور، ما تتمصرف 100%. حكاله شغلة كتير مهمة، قارن معيشتك في الاردن، انت شو بتاخد في الاردن، قديش دخلك في الاردن، وقديش تقدر تعمل سيفنج في الاردن، واولادك في اي مدارس حاطهم في الاردن، كم اعمارهم، كم غرفة ماخد في الاردن، مستأجر ولا ملك، ايش التزاماتك الموجودة في الاردن، وقديش بتقدر بعد كل هذا الحكي انه يضل معك فلوس من راتبك او من الانكم تبعك الموجود في الأردن، إيش الفرص اللي بتاخدها غير الشغل في الأردن، وقارنه on the other hand بنفس الأشياء اللي ممكن تصير مع قطر، قد إيه مصاريفك وقد إيه ممكن تعمل savings بعد ما تخلص كل مصاريفك. إذا savings اللي بتعملها في قطر أكثر من savings اللي بتعملها في الأردن، أنا بقول لك go ahead.
هلا اللي بعده حكى له يا سيدي العزيز اركض يا اخوي على المطار. انا صراحه راح اشيل الاسم لانه ما بدي احط اسم شخص ممكن يزعل. اللي بعده حكى له قول الحمد لله واطلع وانت مغمض. واللي بعده قال له ممتاز. اللي بعده قال له كافي ان شاء الله. اللي بعده قال له تعال وانت مغمض. واللي بعده قال له ممتاز الله يسهل امورك وطرح لك البركه. تعال عزابي وقيم الوضع. معظم الاردنيين في قطر رواتبهم نصف هذا الرواتب او هذا الراتب. خلينا نبلش من الآخر. ما بنقدر نقارن إنه معظم الأردنيين في قطر راتبهم أقل من هذا الراتب أو نصه أو أكثر منه، لأنه أنت ما بتعرف شو البوزيشن أصلاً هو جاي عليه وقديش رواتب الناس في هذا البوزيشن. بغض النظر قديش رواتب الأردنيين، هو هذا الشخص أخذ بوزيشن معين براتب معين، هو بقيم إنه هذا بتشوف هذا البوزيشن فعلياً في كل الجنسيات في كل مكان في قطر، هل هذا الراتب ضمنه ولا لا؟ سو جو أهيد. بيحكي له تعال عزابي وقيم الوضع. هذا الشيء جدا مهم. ما تيجي عائلة كاملة من أول يوم تدخل فيه على دولة قطر، لأنه أكيد أكيد راح تدخل في الحيط. ليه؟ لأنه لازم تيجي أنت بالأول كرب أسرة، تفهم البلد، تعرف كيف ماشي البلد، وعندك تسكن، شو بتحتاج، كم مصاريفك، كم دخلك، كم بتسيب، شو بيحتاج أولادك، أي مدارس بدك تحطهم، بلا 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 بلا. وبالآخر شفت الموضوع 100% تحمل حالك وبتجيبهم وبتيجي. اللي بعده قال له روح وخلال فترة التجربة في بداية العقد بتشوف أمورك وبتقيسها على الواقع، بعدها قرر بنفسك. سألنا وتوهونا كثير بين إحباط كثير وتفاؤل زائد. ما حتقدر تقرر غير لما أنت تشوف بنفسك، خاصة ما يتعلق بالعائلة ومدارس الأبناء إن كانت حكومية أو خاصة، وهي ما يستنزف قدر كبير من الراتب بالإضافة للسكن الغالي. وبالتوفيق. صراحة برضو هذا كومنت جدا 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 رائع. كل حدا بيسأل، الأجوبة راح تيجي حسب مزاج الشخص اللي عايش في دولة قطر، سواء هذا الشخص كان مبسوط أو كان مش مبسوط. فإذا كان مش مبسوط راح أعطيك أجوبة جدا خليني أحكي متشائمة، والثاني راح أعطيك أجوبة جدا متفائلة. فعليا زي ما حكالك أنت اللي بدك تقرر، وبناء على جيتك وتجربتك وتشوف أول إشي كشخص عزابي عشت هون وفهمت البلد، هل هذا مناسب أو غير مناسب. لكن الإجابات فعليا حتعطينا هنتس عن انه هل الاشي اللي معنا مناسب او لا. الاوفر اللي بعده الكومنت اللي بعده حكاله المدارس زائد سكن 120 الف سنوي، باقي 120 الف اتوقع ممتاز. يعني اعطاه تقريبا بالشهر 10,000 مصاريف مدارس وسكن، which is I doubt انه كثير accurate، لانه الزلمة اذا عنده ولدين او ثلاث ففعليا بده ثلاث غرف، ففعليا ثلاث غرف انت عم تحكي بين 5-7,000 حسب المكان. لا هو كثير luxurious ولا هو كثير سيء، هو in between. والمدارس definitely ما رح يدفع بس 3,000 على الثلاث او اربع اولاد في المدارس او 5,000. فعليا في مدارس دخل او سوري اقساطها جدا 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 عاليه، فهو حسب اي مدارس راح احط الابناء فيهم. خلينا نروح على اللي بعده. اللي بعده بيحكي لها السؤال بيعتمد على مستوى معيشتك اخوي. في ناس بعمان عايشه ب 500 وناس عايشه ب 3,000، كله بيعتمد انت كيف متعود تعيش. بالنسبه لوضعك الاجتماعي الراتب ممتاز لتعيش حياه طبقه متوسطه في قطر، يعني مش راح تسكن في اللؤلؤ. اللؤلؤ هي منطقه جدا مرتبه في دوله قطر واسعار السكن فيها غاليه، ولا امورك راح تكون تعيسه. نصيحتي الشخصيه تعال والله يوفقك. اللي بعده حكى له او عامل كومنت لحد وقال له انصح الشاب. اللي بعده قال له ممتاز جدا. اللي بعده حكى له كل واحد له نظره، ما حدا بيقدر يعطيك نصيحه او نصيحتنا اسفك. إذا عندك بيت ملك في الأردن وسيارتك وراتبك في الأردن ربع هذا الراتب أنت الكسبان. يعني عم بحكي له إذا عندك بيت وعندك سيارة راتبك في الأردن 1,000 دينار فأنت الكسبان، بدل ما تيجي هون على راتب 20,000 ريال which is around 4,000 دينار، لأنه بدك تحط هون إيجار ومدارس لثلاث أطفال وتشتري سيارة على الأغلب أقساط، هيك طار نص الراتب إذا مش أكتر، بدون أكل وشرب ولا كماليات. فهون عم بنصحه صراحة عن واحد واضح أنه عنده معرفة في الموضوع. بس لو زوجتك عندها استعداد تشتغل بيكون ممتاز، حتى لو أخذت 10 هيك أمورك تكون ممتازة جدا. طبعا هذا الجواب جدا 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 مرتب. إذا أنت وزوجتك تشتغلوا ففعليا العشرين بلس whatever الرقم اللي راح تدخله الزوجة راح يكون اشي كثير منيح بالنسبة لكم. وبيحكي له لهيك ما حد بيقدر يعطيك نصيحة تناسبك، انت ادرى بظروفك which is 100% صح. اللي بعده بيحكي له كل هذا يعتمد على مستوى المعيشة، اذا بدك تعيش مستوى صح ما بكفوا، المدارس الخاصة غالية جدا، اما اذا بدك تعيش حياة متوسطة دون كماليات توفر وبتعيش. صراحة I doubt انه بدون كماليات، يعني هذا بيقدر ياخد كماليات وبيقدر يعيش عيشة منيحة بال20,000. لكن هو الموضوع اللي كثير 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 مهم هو وين راح يسكن، شو بيحتاج سكن، وبأي مدارس راح يحط أبنائه. هذا أكثر إشي بيأثر على هذا الأوفر.
اللي بعده بيحكي له هذا برجع للمنطقة اللي بدك لسه عم بحكي اللي بدك تسكن فيها دائما دور على منطقة ما فيها مدارس خاصة عشان تعمل استثناء وتحطهم بالمدارس الحكومية وتوفر فلوس المدارس لأنها غالية خاصة. الله يوفقك ويرزقك. صراحة تكنيك كثير حلو ما كنت بعرفه. بقول لك إذا بتدور في مناطق ما فيها مدارس خاصة بالحكومة تعطيك استثناء تقدر تقدم عليه وبحطوا لك يوم في مدارس حكومية وهون أنت بتكون يعني كسبت الكوكب كسبت كل عيشتك في دولة قطر. اللي بعده بحكي له تعال انت مغمض. اللي بعده بحكي لك اذا المدارس عليهم راتب جيد واذا التعليم عليك مكلف جدا ومع ذلك لا تفقد الفرصة اذا ما عندك شغل في الاردن. اللي بعده بحكي له اخوي. اللي بعده بحكي له توكل على الله وتعال. هذا بحكي له اخوي العرض ممتاز وراح تشوف بعينك انه البلد هون مثل عمان يعني ممكن تصرف باليوم 1000 دينار بعمان وممكن يكفيك 10 دنانير في اليوم بنفس عمان. يعني مد لحافك على قد رجليك وراح توفر وانت مرتاح. صراحة دائما المصاريف تعتمد على الشخص. اللي بعده بقول له ممتاز. اللي بعده بحكي له يعني كل الأردنيين اللي في قطر راتبهم أقل من هيك ونادر لما تلاقي أردني راتبه فوق 20,000 يعني لا حد يتفزلك عليك ويقول لك أنا ابن فرير فرق قطر. طبعا أنا ما بعرف كم راتب الأردنيين كلهم في دولة قطر. في ناس راتبهم قليلة في ناس راتبهم كثير وفي ناس راتبهم متوسطة. فأنا نصيحتي إنه إذا جاك أوفر ب 20,000 تيجي تجرب بيكون كثير حلو. إذا كنت عزابي ديفينتلي يعني الحالة بتعامل غير ما تيجي تجرب نقول كل عيشتك هون. وإذا كنت متزوج لازم تشوف حسب عدد الأطفال شو بتحتاج يعني يمكن أطفالك عندهم احتياجات خاصة صحية أو احتياجات رعاية معينة أو whatever لا سمح الله. فأنت فعليا أنت الأدرى بهذا الموضوع. اللي بعده بيحكي له اطلع براسك وخلي المرأة والعيال يقعد لك سنة رتب أمورك وبعدين طلعهم وتشز 100% ترو. اللي بعده بيحكي له أخوي أنا ومرتي هذا حالي واقعي. يقول له أخوي أنا ومرتي لحالنا عايشين معززين مكرمين وبنصرف بحدود 15,000 إذا بتيجي لحالك بتصرف 7,000 وبتحول 13,000. فواحد رد عليه قال له 15,000 تصرف و 20,000 ما يجي جد صار بس لا رد عليه يعني قال له انا مش حكي لك انه ما يجي بس العشرين ما راح يحوش منهم اشي. انا بصرف 15 صحيح بس معزز مكرم مش حارم حالي ومش عايش بام غولينا مثلا منطقة هيك شوي الليفل تبعها اقل وبنفس الوقت مش عايش في اللؤلؤة اللي هي منطقة جدا وضعها عالي. ف اللي بعده بحكي له حسب مدارس اولادك وين باي مدارس. فالمدارس والسكن هم اهم شيء. اللي بعده بحكي له ممتاز لا تصدق اللي بيقول لك ما بيكفي. اذا عندك تامين صحي ممتاز او حتى اذا ما في لا سمح الله ممكن تروح على الاردن وتتعالج هناك بيكفي لحتى تترفهوا اذا تامين ومدارس عليهم. اللي بعده بحكي له ما شاء الله كل التوفيق. اللي بعده بحكي له تعال توكل على الله الاردن بطل فيها شغل على الله تعود يا مسعود. واللي بعده حكى له الراتب جيد وهذه اداره بيتك ونفسك كم تصرف وكم توفر توكل على الله. في واحد حط كومنت كثير حلو حاطط فيه كل ايش التقسيمه. قال له اول شيء الله يوفقك راتبك كويس كبدايه اهم شيء شوف مدارس الاولاد وتشز هذا اللي كلنا عم نحكي عنه هذول هم اللي بيكسروا الظهر. وحكى له الباقي سهل بيت ومنافعه بدك 5000 وتشز ترو 5000 6000 تستاجر بيت بثلاث غرف فعليا خلينا نحكي 6000 منطقه تكون مرتبه او منيحه. اللي بعده بيحكي له سياره وبنزين بدك 2000 ريال وتشز ترو اذا عم بيشتري سياره فهو بده يشتريها اقساط فراح يكون في عليه دفعه شهريه. واللي بعده بيحكي له مصروفك وعائلتك 5000 واللي بعده بيحكي لك تذاكر وتامين 1000 ريال شهري فعليا لازم الشغل يكون مأمن بتذاكر. اللي بعده بيقول له هيك وصلنا 13,000 ريال بدون مدارس. يمكن السبعة ما تكفي ثلاث أولاد مدارس الله يوفقك. هلا فعليا حسب المدارس اللي راح أحطهم فيها ممكن جد السبعة ما يكفوا المدارس لكن ممكن برضو إنه يلاقي مدارس تكون أقساطها بهذا الرينج. اللي بعده توكل على الله أمورك طيب. اللي بعده أخي الكريم إذا العقد شامل بدل سكن وتأمين صحي وبدل تذاكر وبدل مدارس توكل على الله ممتاز. اللي بعده قال له ممتاز. اللي بعده حكى له أول شيء إذا راتبك 20 والسكن عليهم والسكن والتعليم عفوا التذاكر والتأمين الصحي على الشركة هيك ممتاز أما إذا العكس بتوفر 5,000 طيب يعني توفر 1000 دينار تقريبا. فقال له كله علي. قال له توفر بالشهر اكثر شيء 5,000 ريال عفوا السكن كيف ممكن ادور على سكن. السكن سهل نزل برنامج مزاد قطر موجود عليه كل شيء. السكن العائلي 5,000 تذاكر وتامين صحي ومدارس وقص سياره ومصروف سياره محترمه 5,000 مصروف بيت وطلعات 5,000 بضل عندك 5,000 اختصر له اياها هيك بشكل كثير سريع. وصار نقاش بعدين انه وين السكن اللي ب 5,000 شكله حدا دخل بال بشو اسمه بالنقاش من الناس اللي عايشين في قطر وين سكن 5,000 لخمس اشخاص. عادي صديقي هو ومرته في غرفه والثالث اولاد لو حط ولدين في غرفه والبنت في غرفه اذا ولدين وبنت مثلا او بنتين في غرفه والولد في غرفه اذا بنتين وولد او ثلاث اولاد في غرفه اذا هم ثلاث اولاد او غرفتين ف which is true فهو بده الثلاث غرف
والصالون حمامين ومطبخ والغرفة ماستر بيستأجر من 5 ل 6000 ريال مش مفروش فاضي وهو بيفرشها. فعادي في عندك سكن لخمس أشخاص ب5000 ريال. توكل على الله. اللي بعده دون تفكير توكل على الله. واللي بعده ما شاء الله كثير ممتاز. توكل على الله بتوفر مبلغ محترم بعد مصاريفك. واللي بعده حكى له 25% إيجار، 25% مصروف، 25% مدارس، 25% توفير، والله أعلم. I think this is correct. So I think معه حق. اللي بعده الله يسر لك. الراتب ممتاز بس بالنسبة للمصاريف يعتمد على طبيعتك وطبيعة عائلتك. كم طفل بالمدرسة؟ وإذا بدك مدارس انترناشنال أو غيره وطبيعة السكن غرفتين وصالة وفيلا حسب عائلتك يعتمد وأنت الأدرى على تحديد خياراتك. هيك بكون حكيت كل الكومنتس، كل الآراء اللي أنا أخذتها بهذا الموضوع، واللي ملخصها بيحكي لك انه اذا انت بدك تيجي تعيش في دولة قطر فحط في بالك انه انت الشخص الوحيد اللي بيقدر يقرر هل المعيشة هاي الراتب بكفيه او لا. لكن في هنتس انت بدك تحطها في بالك. في دولة قطر الاشي اللي احنا كثير بنتغلب فيه واللي بندفع عليه كثير، اول شيء المدارس وثاني شيء السكن. فالمدارس تدفع عليها مبلغ كثير محترم والسكن تدفع عليه مبلغ مرتب. فانت بدك هدول الاثنين اذا حكمتهم وانت مصاريفك قادر تتحكم فيها وقادر انك انت تعيش بالمستوى اللي انت بدك اياه واللي انت بتحبه لك ولعائلتك ولاولادك، وكان راتبك مغطي هذا الموضوع ومعطيك ability توفر بعده شوي، كلنا بنحكي لك احمل حالك وتعال. واهم شغل بنحكي لك تعال لما يكون انت البلد اللي انت موجود فيها لسه، او مش لسه عفوا، وضعك فيها مش تمام، او ما عندك شغل فيها، او مش لاقي شغل فيها، وانت فعليا جايك عقد عمل في دولة قطر. خلص امورك ثابتة واضحة جدا، انا جاي على عقد عمل وموقع امورك تمام 100%. So انا بوجهة نظري 20 plus is enough، بس بهمك تعرف كم ولد عندك وكم مدرسة بيحتاجوا، هل لهم احتياجات خاصة. اذا اثنين متزوجين وعندهم ولد واحد 20 is more than enough. واذا اثنين متجوزين لسه ما عندهم ولاد، 15 plus is more than enough is good. وإذا المرة اشتغلت كمان أو إذا الزوجة اشتغلت so it is perfect. والناس اللي رواتبهم أعلى من هيك خلاص الجواب نعرف، تحمل حالك وبتيجي. اللي رواتبهم أقل من هيك تيجي لحالك عزابي بتجرب وبعدين بتشوف شو بصير معك. هيك بنكون جاوبنا على سؤال هل 20,000 كافية للمعيشة في دولة قطر أو راح تأكل هواء. إن شاء الله يكون الفيديو مفيد، وإذا شفت إنه الفيديو مفيد فياريت لو تعمل لايك وتعمل له شير عشان الناس تستفيد، وتعمل أكيد سبسكرايب ونيبل النوتيفيكيشن بيل علشان يوصلك دائما كل فيديو جديد بينزل على نومور وبينزل على التشانل أحد وثلاثة وخميس. وما تنسى أكيد في التعليقات تحطوا لي الناس اللي عايشة في دولة قطر شو رأيكم، والناس اللي جايها أوفرز إنها تحكي لنا شو الأوفرز اللي جايتها عشان نقدر نفيدكم إن شاء الله وتقدر تأخذوا القرار الصحيح. سلام.